بأهم اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. أخبار اليوم: حسن حمدي يدعم لائحة الأهلي الجديدة، والعمري يدعو للحضور بكثافة. الأهرام: الأهلي يبحث اليوم عن حلم اللقب التاسع عبر بوابة هورايا كوناكري في دوري الأبطال. كارتيرون: نتيجة لقاء الذهاب خادعة. زفون كاف: كرة القدم لا تعرف اليأس. أخبار اليوم: متسلحا بجمهوره على استاد السلام الليلة، الأهلي يبحث عن تذكرة التأهل للدور قبل النهائي الإفريقي أمام هورايا. الجمهورية: الأهلي يواجه هورايا للاقتراب من الأميرة الإفريقية. الشروق: الأهلي في مهمة صعبة أمام هورايا لخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي. كارتيرون: نواجه خصما عنيدا ونأمل في التقدم خطوة جديدة نحو اللقب. وزفون كاف: لن نفرط في حلم التأهل. الأخبار المسائي: الأهلي على موعد مع الحسم، يواجه هورايا في إياب دور الثمانية الأفريقي بظروف استثنائية. أخبار اليوم: الغيابات تضرب الدفاع والحماس والتركيز يسيطران على المعسكر الأحمر. كارتيرون: المباراة صعبة وقادرون على حسم الفوز. الوطن: الأهلي يتحدى الغيابات وطموحات هورايا لاستكمال حلم دوري أبطال أفريقيا. المساء: الأهلي يواجه الهورايا بهجوم كاسح يسعى للفوز وملاقاته فاق الصيف في نص النهائي. الأهرام المسائي: الشياطين في مهمة صعبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كارتيرون: يراهن الخبرة وحماس الشباب سلاح فيكتور. الوفد: الليلة الأهلي يرفع شعار الفوز فقط في مواجهة هورايا الغيني. كارتيرون يتسلح بدعم الجماهير ويحذر من خطورة داوودا ورفاقه. الدستور: الإدارة تعد كل لاعب 10,000 جنيه الإدارة تعد كل لاعب 10,000 جنيه مكافأة استثنائية حال تحقيق الفوز. الأهلي يستدرج هورايا الغيني بحضور 10,000 مشجع. اليوم السابع: الأهلي يخشى مفاجأة هورايا الغيني في دوري الأبطال الليلة. الأهرام المسائي: واقعية فرنسية. كارتيرون: خروج مازيمبي درس عظيم. كارتيرون: نراهن على الجماهير ونسعى لتلافي الأخطاء.